النهارده في البدايه برحب بحضراتكم جميعا، والنهارده على موعد مع حلقه طويله جدا هنحاول نقدم فيها حصاد للابديت وفانيما مانجمنت ان كورونيك كيدني ديزيز. طبعا ده الاجتماع الاسبوعي لبرنامج الزماله في المستشفى المنصوره العام الجديد. برحب بكل حضور وبرحب بالاخوه اللي عملوا الاعلان للمحاضره بهذا الشكل الجميل. النهارده احنا على موعد مع هذا الابديت، والابديت زي ما حضراتكم شايفين كده المحاضرة دي خلاصة فيها عصارة 149 فول ارتكل وفيهم بعض الجايد لاينز، وكل الحاجات دي منشورة في 2015 بالإضافة لبعض طبعا الحاجات اللي منشورة قبل كده. فالفوكس اوف ذا برزنتيشن ده ورك شوب، مش محاضرة عادية، فطبعا في أسئلة وفي تحاور. فهنتكلم عن introduction then الايرن والايثا ثيرابي اند انجوفن ثيرابيز، وبعدين الريزيستنس سبيشال ايشوز تارجت هيموجلوبين وانيميا مانجمنت وانهيها بحالات ثم كونكلوجن. فتعالوا بينا نطوف حوالين الانيميا. اول حاجه، اول سؤال هيجي، امتى اقول الشخص عنده انيميا؟ اكوردنج نيو اللي جايد لاينز اللي جايه من يونايتد كينجدم في يونيو 2015، هنلاقي انه انا عندي ايج جروب. هنا طبعا بيفضلوا الاكسبريشن اوف هيموجلوبين جرام بليتر، يبقى انا عندي كات اوف بوينت بيوند ليفل اوف هيموجلوبين according to age and sex، يبقى انا حققت تشخيص الانيميا. يبقى لازم يبقى فيري سمبل، مجرد هيموجلوبين لو عندي طفل 6 سنين ل 5 سنين لو نزل عن 11 جرام بير ديسيلتر او 110 جرام بير لتر يبقى انيميك، من 5 ل 11 سنه 11 ونص او 115 جرام بير لتر، من 12 ل 14 سنه 12 جرام بير ديسيلتر، نون بريجننت فيميلز 12، لو الرجال فوق ال 15 سنه يبقى 13 جرام بير ديسيلتر. يبقى ده لو انا نزلت عن هذا الرقم يبقى ده كاتو بوينت بيوند ات او بلو ات، يبقى انا دخلت في الدومين اوف انيميا. من الابديت الكريت لاين ده لاين فيزيف تول تو مونيتور هيموجلوبين ليفلز ان بيتريك موداليس بيشنتس، عشان يبقى حاجه لطيفه جدا وفي مونيتور موجود بيحس القصه ديت. بنبدا القصه ديت، يعني هنا دي ستادي شملت 23 هيموداليس بيشنتس، اتعمل 217 ريدنجز. الاول بيمشوا الدم اللي وزنه اقل من 20 كيلو يبقى نص لتر، واللي اكتر من كده يبقى لتر. وبعد كده يبدا الالترا فلتريشن يبقى فيري مينيمال، وهو بيقيس الهيموجلوبين بحيث ياخد القرعات، وبيقيس الهيموجلوبين في نفس الكلام في المعمل بحيث يشوف في الكورليشن موجود ولا لا. والاستاذ ديت ورد ان ده نون انفيزيف تول محترم ممكن يتبع في الايفالويشن اوف انيميا. يبقى ده يبقى اول نقطه في هذا اليوم ان احنا عرفنا خلاص امتى اقول الشخص عنده انيميا بالكات اوف بوينت اوف هيموجلوبين. هيجي النقطه الثانيه، هل الانيميا موضوع مهم ان احنا نعمل له ورك شوب ساعتين وساعتين وشويه هنقولهم النهارده؟ ايوه موضوع مهم. اكوردنج للاستادي ديت، الاستادي ديت فيها 950 مريض نون دياليس كرونيك كيدني ديزيز بالستيج 2 ل 5. احد النتائج الهامه من هذا الكوهورت ستادي انه ذا بريزنس اوف كرونيك كيدني ديزيز انيميا is associated with high mortality، نقطة هامة جدا. وإنه الأطباء التريتنج فيزيشنز بيهتموا بالإيثا ثيرابي ومش بنفس، والاهتمام بالأيرن ثيرابي مش بنفس الدرجة، فبالتالي هناك قصور في التعامل مع الأيرن رغم إن هو الستيب الأولانية قبل ما أبدأ الإيثا ثيرابي. نقطة تانية، استادي تانية بتوري عند طبعا ديت قديمة شوية، لكن بتوري أنا عندي في هنا كرونيك كيدني ديزيز وعندي أنيميا، لو اجتمع الاتنين يبقى ده لون أحمر، وده معاه كاملت في سيرفايفل. يبقى اذا لو اجتمع كل من الكرونيك كيدني ديزيز والانيميا هنلاقي السيرفايفل از لوست تو ذا لوست ليفل. يبقى اذا الانيميا از اسوسييتد وذ سوليد اوت كم اللي هو البيشنت سيرفايفل ايفن ترانسبلانتيشن سواء الادلتس او التشيلدرن، ودي فيها عدد كبير جدا من لانها ديت ريجستري فاكثر من 4000 تشيلدرن. حتى الدراسه بتاعتنا نشرناها في 2009 كل الاستاذ ديات بتوري ان الانيميا is associated with poor graft function. وهل يا ترى لو عالجنا الانيميا هيبقى فيه مردود ايجابي؟ يس. الكواليتي اوف لايف هتتحسن، الاكسرسايز كاباسيتي، الكارديك اوت بوت، الامور هتتظبط، الانجينا هتقل، الليفت ميتوال هايبرتروفي هيقل، البلين تندنس هيقل، يبقى حاجات كثيره جدا. لانه الانيميا باختصار هو معناها نقص في ريد سيل كونسنتريت اللي هو عباره عن اوكسجين كارينج كاباسيتي. يبقى معناها انا لو جبت شخص وخنقته انا قللت الاكسجين اللي راح للجسم كله، لو استمرت في كده الشخص هيموت. لكن لو انا خنقت الار بي سيز قليله معناها ان انا خنقت كل خليه،
فمعناه ان كل خليه في الجسم بتعاني من الانيميا، والانيميك سيمتوم زمان قالوا ان معظم اليوريميك سيمتومز ريليتد للانيميا، فبالتالي لو حسنا الانيميا ممكن نحسن السيمتومز اللي موجوده. يبقى انا خلصت اول نقطتين. النقطه الاولانيه امتى اقول الشخص عنده انيميا، وعرفناها بالقطب برونت هيموجلوبين، لو نزلت عنه يبقى عنده انيميا. الحاجه الثانيه اهميه الانيميا، لانها لها تاثير مباشر على السرفايفل، على الكيدني، ولها تاثيرات اخرى على بقيه الجسم كله زي ما قلنا السيمتوماتولوجي كله. طيب هيجي السؤال الهام، طيب انا في السي كي دي اسوشيتد انيميا ايه البوتنشال فاكتورز؟ او انا بحب اقسم القصه الى حاجات موديفايبل، لان انا لما بعمل موديفيكيشن القصه بتبقى سهله. قبل ما ابدا في القصه ديت بنقول ان لو نقص الاستيميتد جي اف ار عن 60 مللي بير مينت بيبدا تداعيات الديكريز اوف ايس اريستروبيوتين سكريشن، لان الاستروبيوتين بيتفرز في نيوترو من الليفر، وبعد كده بيبقى الكيدني هي اللي بتاخد الدور، فبيحصل دروب في الكيدني فانكشن، بيبقى معاه في الكرونيك كيدني ديزيز بيبدا ده يبقى اسوسييتد بديفيشنسي للاستروبيوتين ليفل. فيبقى وعشان كده الايثا ثيرابي محطه في تريتمنت مهمه بتيجي بعد ريبلينشمنت الايرن ستورز. لازم عارف ايه الايزلي كوريكتبل اند موديفايبل فاكتورز. ما ينفعش يبقى العيان عنده ابسولوت ايرن ديفيشنسي واسيبه من غير ايرن، او فيتامين بي 12 فوليت، هايبوثايرويد، عالج الهايبوثايرويد، كل الحاجات دي لازم اعالجها لانها بيبقى لها مردود ايجابي جدا على الانيميا مانجمنت. وبعض الحاجات بوتنشالي كوريكتبل، ممكن ما تبقاش كومبليتلي كوريكتبل بس هتبقى فرصه جيده، زي المانجمنت انفكشن، انفلاميشن، اندروداياليسيس، هيموليسيس، بليدنج، يبقى كل الكلام ده اقدر اعالجه. لكن امبوسيبل تو كوريكت، ودي هتبقى خلاص امر الله، زي الهيموجلوبينوباثيز او الشخص عنده بومر انفلتريت او فايبروسيس، يبقى انا احط الخريطه دي قدامي وابدا اتناول هذه الافكار. يبقى انا عندي دلوقتي عرفت الانيميا وعرفت ان هي بتاثر تاثير شديد جدا على الانسان، وبعد كده وصلت ان عندي فاكتورز ممكن اتعامل معاها عشان المانجمنت. نيجي لاول محطه في التريتمنت، ودي من الحاجات الكبيره اللي هنتكلم فيها النهارده، اللي هي الايرن. فاكوردنج للجايد لاينز اوف ناشونال كلينيكال جايد لاين سنتر، ديت بارشلي ابديتد في 2015، حوالي 300 وشويه صفحه، هتبقى فيها كل الانيميا من الاول خالص، وبيجوا عند السيكتور بتاع 2015 وبيلونوه بلون لطيف جدا زي اللون اللي حضراتكم شايفينه ده. اول محطه عاوز اعرف يعني ايه ابسولوت ايرن ديفيشنسي، بتعرف عليه ازاي؟ بتعرف عليها ذا بيست تيست دينوتنج الايرن از ذا برسنتج اوف هايبوكروميك ريد سيلز لو زادت عن 6%. بس هنا مشكله، لازم يبقى المعمل مجهز بهذا الكلام واقدر اعمل الكلام ده كله في خلال 6 ساعات من سحب العينه. اذا ما كانش ده متاح بنشوف التيست اللي بعده. التيست اللي بعده هو الارتكوسايت هيموجلوبين لو اقل من 29 بيكوجرام. لو انا مش قادر ابلاي التيست ده عشان في هيموجلوبينوباثيز، يبقى انا هبقى مضطر اعمل الايه الابلاي تيست اللي موجود عندي، اللي هو الترانسفيرين ساتوريشن اند في سيرم فيريتين. يبقى واحد فيهم لوحده مش كفايه، يبقى الجايد لاين بتقول دونت ريكويست ترانسفيرين ساتوريشن اور سيرم فيريتين ميجرمنت الون تو اسيس ايرن ديفيشنسي ستاتس ان بيبل ويز انيميا اوف سي كي دي. امال اعمل ايه؟ اشوف الاثنين مجتمعين مع بعض، واذا توفر عندي سيرم فيريتين تحت ال 100 وسيرم ترانسفيرين ساتوريشن تحت ال 20%، يبقى انا كده عندي ابسولوت ايرن ديفيشنسي. بيجي مصطلح تاني فانكشنال ايرن ديفيشنسي. الفانكشنال ايرن ديفيشنسي معناه ايه؟ العيان انيميك، فيريتين عالي 800 واكثر، والترانسفيرين ساتوريشن تحت ال 25%. فاعرفها ازاي؟ اعرفها بالكوكتيل ده، او ان يبقى فيه سبيشال تيست. الهيبسايدن احد الحاجات اللي بيبقى ريليز مع الانفلاميشن، وبتقفل الحنفيه زي ما بنقولها بالبلدي كده، بتقفل حنفيه الايرن، لانها بتعمل بلوك للجت فالابسوربشن يقل، وتعمل بلوك للريليز اوف ايرن من الريتيكولو اندوثيليال سيستم، فبقاش افيلبل للبلاد، يبقى ده الهيبسايد، وبيزيد مع حالات الانفلاميشن، وبالتالي بيخلي الشخص ما يستفيدش من الايرن، ممكن يبقى عنده الفريتين عالي لكن مش عارف يبقى افيلبل بحيث يستفيد منه. هل في تيست هنا في المقاله ديت اسمه جي دي اف 15 جروس ديفرنشيشن فاكتور 15، ده بيعلى بيحاول يسبرس الهيبسايدين، بس في الاخر بيبقى في ريزيستنس وبيزيد، ويبقى ماركر موجود. الاستاذ ديت فيها 105 هيموداليس بيشنتس زائد 40 هيلث كنترول. هنا كان العينين اللي على الهيموداليس وانيميك كان فيهم
الجروس فاكتور جروس ديفريشن فاكتور ده اعلى من النون انيميك واعلى من الايه من الهيلثي بوبوليشن، يبقى بالتالي ده له دور وكورليتد فيري ويل. زي حضرتك شايفين كده الاريا اندر كيرف او روك كيرف بتاع الفاكتور ده موجود هنا فوق خالص اهوت، حتى اهم من الهيبس هايدن في الدياجنوزس. اذا ثبت وتواتر هذا الكلام من ديفرنت ستاديز يبقى ممكن الجي اف دي 15 ده يبقى احد الدياجنوستيك تول فور فانكشن ديفيشنسي. نقطه مهمه ثانيه، انا هدي ايرن، الايرن هيبقى متاح في تو سورسز اورال اند برينتر ايرن. الاورال ايرن المتاح ايه؟ اهم من كلمه الايرن المتاح، انا بدي في الغالب ايكوفالنت 200 ملي جرام اليمنتال ايرن، فاكوردنج الايرن اللي موجود عندي لازم ابقى عارف ال 200 ملي جرام اليمنتال ايرن موجودين في كام قرص او كام كبسوله. فهنا الفيروس فيوميريت ال 200 ملي جرام فيها 65 ملي جرام اليمنتال ايرن، لو عايز ادي 200 يبقى ادي 3 من دي. الجلوكونيت 300 فيها 35 يبقى عاوز ادي 6 ولا اكتر. الفيروس سلفيت 300 فيها 60 يبقى ده برده 3 او اكتر. الفيروس سلفيت ال 200 فيهم 65، شوف اوصل ال 200 عشان اوصل لكام، ولو كان عندي الفورم ده ال 190 فيه 27 يبقى اشوف قد كام كبسوله ولا كام قرص من الايرن اللي موجود علشان اوصل. يبقى اذا اول معلومه، اذا حاولت ادي اورال ايرن ما اديش كبسوله او تابلت واقول خلاص انا اديت كده اورال ايرن، لازم اوصل الدوز بروبر دوز. يبقى ده الفيصل عند استخدام الاورال ايرن، استخدم البروبر دوز، والبروبر دوز از ميجرد بيست ابون الاليمنتال ايرن اللي موجود. طب البرنترال ايرن موجود في ديفرنت فورمز، الايرن ساكروز، الايرن ساكروز ده ابروفد سنه 2000، الصوديوم فيريك جلوكونيت سنه 99، الفورموكسيتول ده في 2009، الفيريك كاربوكسي مالتوس في 2013، والايرن دكستران، ايرن دكستران كان موجود من سنه 97. انا ده الاف دي انديكيشنز، ده الافيلابيلتي الفورمز بتاعت الفايلز او الامبولز اللي موجوده، وعندي هنا الريبليتنج دوز. انا ما بحفظش دوزز بس بطبق لكل فورم الدوز بتاعته ايه اكوردنج للايه للريكومنديشنز. يعني انا اقدر ادي من هنا مثلا من الدواء ده 1000 ملي جرام او 750 ملي جرام، لكن ما اقدرش ادي من ده اكتر من 200 ملي جرام في اليوم. يبقى اذا القصه لازم تتحسب كده. هنيجي لبعض الاستاديز اللي منشوره ريسنتلي. احد هذه الاستاديز، يا ترى ادي اي في ولا اورال؟ يعني لو الاي في افضل ولا الاورال؟ يعني هنا دي استادي راندومايز كنترول ترايل اوبن ليبل، طبعا يعني صعب جدا اعمل دبل بلايند بين ديفرنت روتس، حاجه اداها انترافينوس وحاجه اداها اورال، فهتبقى شكلها صعب جدا في الدبل بلايند. فهم 351 عيان، عدد مش بطال، في 67 سايت في 3 قارات. ده كان بيشوف ايه؟ الايزومالتوزايد، الايرن ايزومالتوزايد ال 1000 فيرسس اورال ايرن ان نون دياليسيس كورونيك كيدني ديزيز. وكان البروتوكول يا يدي ال 1000 ملي جرام انفيوجن على مدار 15 دقيقه، يا بولس 500 ملي جرام على مدار 2 مينتس، والقياس قصاده هو الاورال اليمنتال ايرن سلفيت 200 ملي جرام اليمنتال ايرن في اليوم لمده 8 اسابيع. طبعا الاستاذ ديت وضحت ان في افيكاسي سوبريوريتي في الاي في ايرن. الصاد الثانيه اي في فيرسس اورال في النون دياليسيس، ده بتشوف لايبوزومال ايرن، ده ديفرنت فورم من ايرن بيباص الجات بلوك فبيمتص بشكل كويس جدا. الاستاذ دي ورد هذا الكلام اللي شمعت على 106 عيان. هنا كان الاي في للاورال 1 الى 2، واثبتت هذه الاستادي ان الليبوسومال ايرن كان بي ابسوربد افكتيفلي اند افكتيفلي اند ايكوالي افكتيف لايك انترفينوس. صح الانترفينوس المينتنس بتاعه كان اكتر، لكن ان انا اوصل بالاورال ايرن ان يبقى البايو افيلابيلتي بتاعته قريبه او زي البرنتر ايرن، ده انجاز كبير جدا. استادي ثانيه ديت كانت استادي فيها 69 عيان خدوا فيروس سلفيت ده اورال فيرسس 67 خدوا ايرن سكروز انترفينوس، ودي كانت راندومايز ترايل، وهنا دي وضحت بعض المشاكل الانترفينوس ايرن ان في اكسس انفكشنز اند هوسبيتاليزيشن، يبقى هناك مشاكل لانه في كلام على ان الاليمنتال ايرن لو زاد عن البلاد في تركيز معين ممكن يبقى له تداعيات. طيب استادي ثانيه بتوري ديفرنت فورمز من انترفينوس ايرن، ايرن ايزومالتوزايد فيرسس ايرن سكروز ان هيموداليس بيشنتس، فده راندومايز اوبن ليبل ترايل، واستخدمت التو فورمولاز دولت 2 الى 1 في 48 سايت، واشتملت على 351 مريض، ووردت ان التو فورمولاز ار كوايت افكتيف
وسيميلر تقريبا لبعض. يبقى ده خلصنا بعض الفورمز. هنيجي لنقطه ثانيه مهمه جدا، موضوع الفوسفورس اند انيميا. What is the association of serum phosphorus with anemia؟ يا ترى العلاقه تبقى ايه؟ طبعا بص للايه للرسمه دي، هنا في يو شيب كيرف، واحنا عندنا في النفرولوجي وفي الميديسن بشكل عام في يو شيب كيرف في علاقات كثيره جدا. يعني ايه يو شيب كيرف؟ اذا كنت بدرس هذا الكلام بودز ريشيو اوف سيرم مورتاليتي او سايد افكتس، هلاقي كل ما زاد هذا الفاريبل اللي بدرسه كل ما زاد الاوتكم، او كل ما قل زاد الاوتكم. يبقى لو قل عن حد معين يزيد الاوتكم، ولو زاد عن حد معين يزيد الاوتكم. فهنا الانيميا بتزيد، الانيميا معدل الانيميا بيزيد اذا الفوسفورس فوق لقيناه فوق 3.5، والانيميا بتزيد كمان لو بقى تحت الاثنين. يبقى العلاقه بين السيرم فوسفورس ان ديفلوبمنت اوف انيميا ان كرونيك كيدني ديزيز از يو شيب كيرف سيجنيفيكانتلي. الانيميا هتزيد لو الفوسفورس زاد عن 3.5، واذا برضو قل عن 2 هيبقى في زياده الى حد ما في الانيميا ريسك. وليه انا حطيت السيكتور بتاع الفوسفورس هنا في وسط الايرن والكلام ده؟ لانه بناء على هذا الكلام بقى في هناك لاين اوف تريتمنت للفوسفورس عشان يحاول يضرب عصفورين بحجر واحد، اللي هو يدي فوسفورس بايندينج ايجنتس يعتمد على الايرن اللي هو الفيروكسيتريت، فيعالج لي الهايبرفوسفاتيميا اللي هي مشكله معضله في الكرونيك كيدنيز مانجمنت، وفي نفس الوقت يحسن انيميا مانجمنت. دي ستادي من الاستادز المنشوره حديثا، ده عباره عن 12 اسبوع دبل بلايند بلاسيبو كنترول ترايل اوف فيروكسيتريت. هنا مش فور فوسفيت بايندينج واشوف بقى سكندري ايمز، لا هنا ايمينج فور تريتمنت اوف اير ديفيشنسي انيميا. يبقى كان قصاد ايه؟ قصاد بلاسيبو، وده حاجه قويه جدا. 149 مريض، والدوس بتاع الفيروكسيتريت كانت 1 جرام 3 مرات في اليوم فيرسس بلاسيبو، كانت النتيجه ايجابيه انه الفوسفورس قل والهيموجلوبين اتحسن والايرن ساتسفايد والاحتياج للايثا اقل. استادي تانية بتقول هل احنا هنكسب، يعني هل هناك يبقى كوست وايز؟ فديت 411 مريض، هيبقى في مجموعه فيروكسيتريت ومجموعه اكتف كنترول. يعني ايه اكتف كنترول؟ يعني اذر فوسفيت بايندينج ايجنتس. طيب كانت النتيجه استخدام الفيروكسيتريت كفوسفيت بايندينج حسن افكتيف از فوسفيت بايندينج بلس حسن لي قلل الاحتياج الايثا ثيرابي للاستروبيس ستيميتنج ايجنتس وقلل الايرن يوز، فبالتالي وفر لي في العيان الواحد في السنه الواحده 2101 دولار دولار امريكي، معناها تقريبا 1500 من جانب الايثا ثيرابي و500 من جانب الايرن. يبقى هو ده، يبقى اذا هناك اذر بنفيتس بجانب ان بيدي لي نفس الافيكاسي. وهنا ده ريفيو بيتكلم بالتفصيل عن هذا اللاين الجديد من الفوسفيت بايندينج، ما له وما عليه، وهل استخدام هذا الاورال. احنا مستنيين فعلا فيرزر ستادز دوكيومنتنج السيفتي، وبالتالي ممكن يبقى ده لاين شديد جدا. فكره ثانيه، هل انا لو حطيت الفيريك بايروفوسفيت ستريت ده ضفته على الدايليزيت هيديني بونص في الانيميا مانجمنت؟ الاستادي ديت كانت هدف هذا الكلام، راندومايز كنترول ترايل دبل بايندينج للناس اللي هم بيتبعوا الانيميا مانجمنت، يشوفوا ما كانوا بلايندنج لمين اللي الدايليزيت فيه بايروفوسفيت ستريت فيريك بايروفوسفيت ستريت، ومين اللي ما فيش اللي هو الستاندرد دايليزيت. كان 103 مريض على الهيموداليسيس، وكان الليفل بتاع الايرن تقريبا 2 مايكروجرام بليتر، والافيكاسي ولقوا هنا طبعا افيكاسي وايز بالنسبه لو قلنا الاحمر ده هو الفيريك ستريت هتلقوا احتاجوا الايثا ثيرابي واحتاجوا الايرن اقل، فبالتالي it is effective and safe and other bonus موجودة، وطبعا ده هيتدرس لاحقا في other studies. قبل ما اسيب الايرن لازم احط كوشن هنا جاي من الاستادي دي اللي فاتها 50 هيموداليس بيشنتس، ان السيرم فيريتين associated arterial stiffness. يبقى لو انا عندي elemental iron بتركيز عالي ممكن يعمل arterial stiffness، ممكن يعمل atherogenesis من studies تانية، ممكن يعمل infection بهندر الفاجوسيتوزيس. يبقى الانفكشن مع الايرن لدرجة ان الاوروبيان بيست برايس جايد لاينز وبعض الكنيديان جايد لاينز حطت كونترا انديكيشن او ريليتيف كونترا انديكيشن اعطاء الايرن البرنتر ايرن في حالات السبسس. هل في حالات تانية بنوقف فيها الايرن؟ ايوه، لو العيان scheduled للجادولينيوم بيز ام ار اي اتس بيتر نوقف الاي في ايرن والاي في والايسا ثيرابي تمبراري لغايه ما اخلص الايه الجادولينيوم، لانه ده بيزود الريسك اوف نيفروجين سيستميك فايبروس. يبقى هنسيب موضوع الانفكشن متعلق،
في حالة في الحالات بتناقش القصة دي، يبقى ده ما يخص. يبقى اللي قلته لغاية دلوقتي الديفينيشن عندي كات بوينت من الهيموجلوبين، الفاليو اوف انيميا، انيميا معاها اوت كم هام جدا. الحاجة الثالثة ازاي الباثوفيسيولوجي او الفاكتور بوتنشال فاكتورز الانيميا، وبعدين خدنا واحد من الكي بلاير او الحاجة الهامة جدا، البوابة الهامة جدا في الانيميا مانجمنت هي الاير، لانه المفروض ما اروحش الايثا، الايثا اللي احنا قلنا اختصار اريتروبيسيس ستيمولتنج ايجنتس، الا ما اكون استنفذت سلاح الايرن، لانه ما ينفعش ادي ايثا ثيرابي العيان عنده ابسولوت ايرن ديفيشنسي. ايه انواع الايثا اللي هي الاريتروبيسيس ستيمولتنج ايجنتس؟ الاستاد ديت بتوري ان في عندي انوفيتورز، اللي هي عندي كان عندي بيتين الفا وبيتا والكلام ده، وفي بايو بيتر ايثا ثيرابي اللي هي سكند جينيريشن برودكتس زي ضرب بيتين الفا وزي الميسكسي اللي هو الميرسيرا، يبقى ده بايو بيتر ايسز. وبعدين في اسماء كتيره ديت، يعني لو بصينا في بايو سيميلر وفي كابيت وفي كوماركتد وفي لوكال وفي جينيريك، يبقى لازم نعرف هذا الكلام. وفي حاجات مايميتكس، في عندي حاجات بتشتغل اندايركت على الاسوبيسيس، ده الهايبوكسيا اند ديسوبل فاكتور ستابلايزر. الهايبوكسيا كل ما كانت الهايبوكسيا اند ديسوبل فاكتور ستيبل هتستيموليت الاسوبيسيس عن طريق ستابلايزيشن للاسوبيتين، والايرن هيبقى مور افيلابل، فبالتالي الدنيا هتبقى افضل. وده ممكن يبقى في الهايبوكسيا اند ديسوبل فاكتور ميتابولايز بحاجه اسمها برولاير هيدروكسيليز، فممكن يبقى في انهبيتور، وهوريها لحضراتكم بعد شويه. ايه السوتا ترسبت ده؟ ده فيوجن بروتين بيلزق على ريسبتور معين بحيث يقلل شغل التي جي اف بيتا، والتي جي اف بيتا ده بيعمل انهبيشن للاريتروبيسيس عن طريق بيعاكس الاريتروبيتين، فبالتالي ده اندايركتلي بيبقى له جود ريبركشن على الانيميا مانجمنت. والاستادي ديت امبريس وبتوري ديفرنت فورمز، فانا عندي نوت دايركتلي تارجتنج الايبو ريسبتورز زي الهايبوكسيا اند ديسوبل فاكتورز، وبقى منها جينيريشنز اهي الرودوكسيد استاد، ده هوريكم استادي عليه. وفي عندنا اكتيفين ترابس اللي قلنا عليها سوتا ترسبت، قلنا الفيوجن بروتين. وفي اذر تارجتنج ايبو مايميتكس، هنا البيجنس تايد ده اتسحب اللي هو كان هيماتيد وزدرون عشان عمل انجينيريتك ايديما. الايبو فيوجن بروتينز اهو الانتي بودي اجونيستك للايبو ريسبتور فتستيموليت الايبو ريسبتور، والجين ثيرابي والدايمرزيشن. يبقى اذا في الوت اوف موليكيولز بعضها جرب وبعضها لسه اندر تراي. نيجي بقى الكلام تاني للبراكتيكال، سؤال هام، ايه احد الفروق الجوهريه ما بين الكوميرشال افيلابل اند ستاندرد اوف كير بالنسبه للايثا ثيرابي، اللي هم الاربعه اللي قدامنا دول، الايبتين الفا اللي هو الابريكس اللي بتنتجه سيلاج، والايبتين بيتا اللي هو روش الريكورمون والنيوريكورمون بعد كده، والضرب بيتين الفا الارانسب اللي بتنتجه امجن، والسيرا اللي هو الميرثيرا اللي بتنتجه روش، وكان الموليكول اساسا امجن بدايته. طيب خلونا في الاربعه دول بالنسبه لدرجه حراره الغرفه، مين اللي يبقى ستيبل في درجه حراره الغرفه ومين لا؟ اللي بيتون الفا ما يتحطش في درجه حراره الغرفه، دايما يتحط محوط بتلج وفي كولمان والكلام ده، يبقى ما يطلعش بره باب التلاجة او يتحوط بتلج، يبقى لازم نبقى عارفين كده علشان ما نخسرش الافيكاسي بتاعته. طب الايبيتين بيتا ممكن 5 ايام بره التلاجة، لكن في حرارة الغرفة المعتدلة. الضربتين الفا ممكن 7 ايام، الميرسيرا ممكن 31 يوم. بس في نقطة، اللي طلع بره التلاجة شود بي يوزد، ما رجعوش تاني خزنه وحاجات زي كده. هاجي المحطة التانية، انا التريتمنت باي ايثا ثيرابي بعد ما عملت ريبليشن الايرن او هدي ايثا ثيرابي. انا عندي الايثا ثيرابي بتنقسم الفيزز الى تو فيزز، اندكشن فيز او الانيشيشن فيز والمينتنس فيز. الانيشيشن فيز اكوردنج للايجنت اللي هستخدمه، استخدمت الايبوتين يبقى ببدا بجرعه 50 لمت يونت بركيجي يا اما انترافينس او سبكوتينيس 3 مرات في الاسبوع. وهيبقى في سؤال هام هناقشه بعد شويه، هل هناك فارق ما بين الاي في والسبكوتينيس؟ احنا كلنا نعرف ان السبكوتينيس بيوفر شويه في الدوسجز، بس هل في هناك مشاكل؟ ها هناقشها لاحقا. بعد كده الضربتين الفا الجرعه بتاعته 45% مايكرو جرام بركيجي administered as intravenous or subcutaneous injection once weekly in the initiation phase. وبعد كده بيجي السيرا اللي هو الميرسيرا بتاع اللي احنا اتكلمنا عليه 6/10 مايكرو جرام administered as intravenous or subcutaneous injection once every 2 weeks. يبقى في الانيشيشن فيز الشورت اكتنج بيتعطى 3 مرات في الاسبوع، الانترميديت اكتنج بيتعطى مره اسبوعيا، واللونج اكتنج بيتعطى مره كل اسبوعين. بعد كده انا هنا في حاجه هامه جدا،
انا اول ما ابدا انا عندي ليفل، بدات بليفل من الهيموجلوبين. التارجت ان انا كل شهر يزيد الهيموجلوبين ما بين 1 ل 2 جرام بير مانت، ده التارجت بتاعي لغايه ما اوصل للهيموجلوبين تارجت اللي انا عاوزه، وده انا ناقشه في اخر المحاضره. ده اول حاجه. تاني حاجه في الانشيشن فيز اي شود مونيتور، لان انا التارجت بتاعي هيموجلوبين، الهيموجلوبين ده ما اقدرش اعرفه من غير قياس، يبقى اس ويكلي اثناء الانشيشن تريتمنت، يبقى اقيس الهيموجلوبين ويكلي. لكن ما اوصل للمينتنس ليفل اقيس مونثلي. ما اجي احول العيان ممكن يتحول من فورمال لاخر، يس. فده ده مثلا ايبيوتين الفا لو ماشي بالدوز ديت وعاوز احول للدارب بيتين، يبقى احول بالايه بالجرعات دي. يبقى اذا في ايكويفالنت دوز وامشي على الشارت بتاعها. تقريبا لو بحول من ايبيوتين لدارب بيتين كل 200 يونت بيقابلهم 1 مايكروجرام. طيب ويتش ايثا ثيرابي، ده سؤال هام جدا، لان بنيجي الشركات كل واحد بيقول انا الدواء بتاعي افضل دواء. هل فعلا هناك ايفيدنس بيز ستادز اند ريسيرش دوكيومنتنج الكلام ده ولا لا؟ تعالوا نبص الميتا اناليس ديت. الميتا اناليس ديت منشوره في كوكريني فار جروب سنه 2014، فيها جمعوا داتا من 56 دراسه وفيهم 15000 مريض، فطبعا كلام قوي جدا. والنتيجه بتاعتها لم يكن هناك فارق واضح ما بين الديفرنت فورمز في لجميع الفاريبل دورست زي المورتاليتي والكارديوفاسكولار مورتاليتي والترانسفيوجن والمايوكارديال انفارشن والستروك والهايبرتنشن حتى الفاسكولار اكسس ثرومبوز. يبقى لا يوجد ايفنس بيز ميديسن يوري سوبريوريتي لاي واحد عن الثاني. طب الحل ايه؟ الحل استخدم المتاح اكوردنج للبيشنت بريفرنس، اكوردنج للافيلابيلتي، اكوردنج لو في شركه عامله لي فاندنج للدراجز استخدمه، يبقى كله يجيب نفس النتيجه وكله بدم دواء اوريجينال الامور افضل. الجينيريك ممكن يبقى مفيد لكن بقى في مشكله من باتش للباتش فبالتالي ما اقدرش اعلق عليه، لكن اي حاجه من الاوريجينال اتس اوكي كله ايكويفالنت، يبقى اختار المتاح. يبقى انا دلوقتي تطرقت في الايثوثيرابي من الروت والانيشيشن دوز والمونيتورنج، قلنا في الاول انيشيشن ويكلي او مونيتور الهيموجلوبين وبعد كده مانثلي، وقلنا ما فيش فرق ما بين الموجود. الانيشيشن اكوردنج كيديو جايد لاينز. نقطه هامه جدا لازم اشوف الكوست بنفيت، هل انا محتاج الايثوثيرابي ولا لا؟ انا عملت ريبليشمنت الارن شود بي فيرست وبعدين هدي ولا ما اديش؟ انا بيجي عندي هل العيان هيستفيد اكتر من ياخد ايثوثيرابي ولا السايد افكتس اكتر؟ يبقى لازم احط البيشنت كاركترستكس قدام عيني. واحد البيشنت كاركترستكس الهامه اللي هي العيانين دولت، ودي احد المقالات اللي ذكرت الحاجات دي از سجست كنترول انديكيشن. Previous history of thrombotic vascular events in the past 6 months زي myocardial infarction, cerebral vascular accident, transischemic attack, DVT أو pulmonary embolism. Previous history of seizures and controlled hypertension, risk factor predisposing to DVT, hypercoagulable states, cancer diagnosis, treatment in the past 3 years. ده أنا ما هبص لهذا الكلام is not يعني أنا هنا هم كاتبينهم suggest control indication، لكن إحنا ممكن نقول ده caution. يبقى كوشن، يبقى انا لو عندي انيميك سيمتومز ومضطر استخدم ايثوثيرابي في هؤلاء البيشنتس لازم يعني استخدم الليست بوسيبل دوز، والتارجت بتاعي يبقى بشكل مختلف من 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 دياجنوزس الى اخر. يبقى لكن لابد اخد هيستوري. يبقى اذا انا لو بدات ايثوثيرابي من غير ما اخد هيستوري كل هذه الكوشنز اللي هنا معتبره هنا سجستيف كونترا انديكيشن، يبقى انا في خلل في الهيستوري تيكن. والمينتنس احنا قلنا مش هنخلي الهيموجلوبين ابدا يوصل انتنشن ال 13، والليفل بتاعنا تقريبا الوقت حاليا المتفق عليه من 10.5 ل 11.5. ممكن لو انا عندي نيرس ديديكيتد للانيميا مانجمنت يبقى افضل، او كلينيكال فارماسيست يبقى افضل. لازم نبقى عارفين ان في سايد افكتس الايثوثيرابي لكن لا تعوق من اعطائها. يعني لو عندي هايبرتنشن يبقى كنترول هايبرتنشن وادي الايثوثيرابي، ما احرمش العيان من هذا. Seizures, increasing blood clotting, slight decrease of KT على V، يعني بتقلل دالس efficiency. ولازم اراجع نفسي فيه ليه؟ لانه انا لو انا بشتغل على انيميك هيموجلوبين 7 وميتكوريت 20% ولا 21% معناها 80% من الدم عباره عن ميه بلازما، فبالتالي انا اتعامل مع التوكسين اشيلها بسهوله. غير ما يكون الهيموجلوبين 11 يعني 33 يبقى التلتين ميه، يبقى اذا في خلايا اتعامل معاها ازاي اكستراكت التوكسين، فده بيديني يبقى اذا لازم ريفيزيت الايفالويشن اوف دايريس اديكوسي. الفوسفوراس، الهايبركاليميا، كل الكلام ده، البيوريتسيل اذا نناقشها بعدين. بعض الاسئله المتعلقه بالايثوثيرابي،
هل انا لو عملت فريكوينت داليس لان حاله العيان تستدعي هذا معناها انها هتبقى لها ريبركشن على المانجمنت؟ الاصابه دي كانت نيجاتيف وقالت ما فيش فرق. دي الصدمة من الاستاذ الهامه رغم ان هي منشوره من 4 سنين، لان عدد البيشنتس فيها تقريبا 90,000 95,000 عيان. ان احد النقاط الهامه اذا كان العيان ريزيستنج للايثا ثيرابي، يعني عاوز اكتر من 9000 يونت بير ويك، والهيموجلوبين بتاعه برضه ما بيستجبش يعني تحت العشرة، يبقى محتاج اكتر من 9000. الهيموجلوبين بيرزيستنج تحت العشرة، هتلاقي الان جاست والاست جاست ده اثر ريشو في مورتاليتي زايده برضه في هؤلاء العيانين. يبقى العيان بيحتاج جرعه كبيره جدا من الايثا ثيرابي، وفي نفس الوقت الهيموجلوبين ما يتحسنش، ده العيان ده بيبقى محفوف بالمخاطر. هنيجي هنا تاني، هنا الاستاذ دي بتوري نفس الكلام. اللودوز هنا تعرفوا عليه ان العيان بيحتاج اقل من 4500 يونت بير ويك، يبقى ده الكاتو بوينت. فوقها يبقى هاي دوز، الهاي دوز هتلاقيها ريفلكتد بمور سايد افكتس زي انفكشن هوسبيتاليزيشن، يبقى لازم اوزن التريتمنت فيرسس سايد افكتس. هنيجي نناقش مع بعض السؤال اللي طرحناه من شويه، قد الارثروبيتين سابكوتينيوس ولا انترافينوس؟ كانت الجايد لاينز تقول على الهيموداليس ياخد انترافينوس، والبرتاناليس والسي كي دي ياخدوا اورال، سوري ياخدوا سابكوتينيوس. لكن انا من الاول كنت بقول بسولونج از ان السابكوتينيوس ده هيوفر لنا في الدوز، بحيث بدل ما اعالج 3 عيانين اعالج 4، يبقى في عيان اكسترا يتعالج. اذا وفرت 25% من الجرعه يبقى توفر لكل 3 مرضى هيشال واحد كمان معاهم، يبقى ليه ما اديش سابكوتينيوس؟ لغايه ما جت الاستادي الجميله دي اللي منشوره الشهر ده اونلاين، ده داتا من اليونايتد ستيتس على كام عيان بقى؟ على 62,000 عيان، 57,000 عين انترافينوس و 5,000 سابكوتينيوس. الجميل في الاستادي الاثنين افكتيف في ريبلشمنت وبيحققوا الهيموجلوبين، لكن هتلاقوا الباهت ده اللي هو السابكوتينيوس هتلاقي دايما الدوسج بتاعته اقل. الدوس اقل معناها انه وفر لي دوز تقريبا 25% كوست ريدكشن، والسايد افكتس كانت يا اما زي يا اما احسن. يبقى بالتالي احنا في حالتنا الاقتصاديه يبقى السابكوتينيوس كويس. يبقى انا خلصت كده الايرن، خلصت الايثا ثيرابي، نيجي الجوفن ثيرابي. الكيديو جايد لاينز قالت وي ريكومند نوت يوزنج اندروجينز از انجوفن ثيرابي. احنا كان لنا تجربه معاه وكنا استخدمناها على سمارت ايديا، ندي 1000 وحده 3 مرات سابكوتينيوس من الاثروبيتين مع اندروجين. كنا بندي ناندرولين كان ويت انتراماسكولار 50 ملغ مرتين في الاسبوع، فبالتالي لكن لقينا سايد افكتس كثيره. طبعا السايد افكتس اللي مع الاندروجينز بروستيت كانسر، الهاي ليفر انزيمز، السليبيديميا، الكلام ده كله. وبالتالي هنا الجايد لاينز قاطعت هذا الكلام وقالت ما فيش داعي لهذا الكلام. لكن الجايد لاينز سجست نوت يوزنج اذر ادجوفنز زي الفيتامين سي، الفيتامين دي، الفيتامين اي، الفوليك، ال كارنتين، البنتوكسيفيلين. لكن لازم حضراتكم تلاحظوا انه سجشن بيزد على ويك ايفيدنس اور فيري ويك ايفيدنس من ريسيرش. تعال بقى نبص على البنتوكسيفيلين، هل اتغير الكرنت داتا من الكلام ده؟ ده ميتا اناليسيس للموضوع ده، 11 استاد 377 بيشنتس. تعالوا بصوا نشوف نتائجها ريجاردنج الهيموجلوبين. مفيش فرق ما بين اللي خد وما خدش بنتوكسيفيلين، مفيش فرق في الدوسج وفي ايزوثيرابي. بالتالي ما زالت الايفيدنس، ما زال الايفيدنس توارد ان احنا مش مقتنع، ليس هناك قناعه بالبنتوكسيفيلين. ال كارنتين، ال كارنتين ده يعتبر نيوترينز ده فاسيليتيتور للميتابوليزم اوف لونج تشين فاتي اسيدز، وبيحسن شغل الميتوكوندريا، وفي كلام انه بيامليوريت الميوباثيز والجرامز، وممكن يبقى سبلمنت في الانيميا، وفي ناس مقتنعه بيه تمام. لكن انا عاوز اقول لو انت عاوز تديه، هل هناك الايفيدنس قوي لاعطائه؟ الايفيدنس مش قوي لاعطائه. طيب هل هناك بعض البنفيت من اعطائه؟ نشوف المقالات اللي اتنشرت ريسنتلي السنه دي في هذا الكلام. دي استاذ هي بتشوف الافكت اوف كارنيتين اون اوكسيديتيف ستريس ريسبونس تو انترفينوس ايرن ادمنستريشن ان بيشنتس ويز كرونيك كيدني ديزيز، وكانوا بيدرسوا هنا الهابتوجلوبين فينوتايب. الهابتوجلوبين فينوتايب عندنا 3 تايبس، 1-1-1-2-2-2. 2-2 ده اسواقهم معاه اوكسيديتيف ستريس اكتر، وهنا في الاستاذ كان هو الغالب في الحالات. ولما اتعطى ال كارنيتين بلس انترفينوس ايرن كان الاوكسيديتيف بارامترز بارامتر اوف اوكسيديتيف ستريس اقل في المجموعه اللي خدت ال كارنيتين، يبقى هو بيقلل اوكسيديتيف ستريس. في نفس الوقت زي ما ريفيو ديت ناقشت الانفلاميشن، هو انتي انفلاماتوري، والاستادي ديت ورت ان هو بيحسن بريزيرف البليتلت بتاعه الايه الكونسنتريت ده من هيومن، واكسبيرمنتال انيمال استادي ورت ان هو بريزيرف الارثوسايت. وهنا الكارنتين ديفيشنسي ان تشيلدرن ريسيفينج كومن كونتينوس رينال بليسمنت ثيرابي،
والاورال الكالين سبلمنتيشن انكريز تراي ميثايلامين انوكسيديز بات ريديوس ماركر اوف فاسكولار انجري ان هيموديز. يبقى ده سامبل من الدراسات اللي بتوري ان في بوزيتيف من الكارنيتين تريتمنت. وتناقش هذا الكلام في سيكتور من المقاله ديت اللي هي تعتبر مرجعيه فارماكولوجيكال تريتمنت اوف كومن سيمبتومز ان دياليسيس بيشنتس. ورت انه الكارنيتين ممكن يبقى بعض الناس بتخيل انه مهم. وفي النهايه انهش السيكتور بتاع الكارنيتين بالجمله دي: despite the low incidence of side effects the nephrology community has not embraced, يعني لم تعتنق this therapy due to lack of convincing trial evidence. الاستادي دي راندومايز كنترول تراين فيها 202 هيموداليس بيشنت والعينين كانوا راندومايز دبل بلايند بلاسيبو كنترول الى جروب خدت النيوتريان ثيرابي اللي هي فيها نايسين وبي 1 و6 و12 بالاضافه الى الكارنيتين ومجموعه كانت للكنترول جروب. وكانت النتيجه في ما فيش فرق بين البلاسيبو كنترول جروب وبين الانترفينشن جروب. فبالتالي مع القناعه مش قويه. قبل ما نسيب الكارنيتين طيب دلوقتي قبل الدراسات المستفيضه اللي اتنشرت في الكارنيتين كان الواحد بيقول نو ايفيدنس ومفيش داعي. لكن لان بعض الوحدات بتبقى موجود فيها الانترافينس اللي كارنيتين مفيش اير. طب ازاي الايرون؟ طبعا لازم اعمل بريوريتي. لكن اذا انت عزيت الديفيشنسيز اللي موجوده او السيمتوماتولوجي اللي موجود في البيشنت الى اللي كارنيتين ديفيشنسي ممكن ديزيرف ترايل. العين اتحسنت اوكي، ما تحسنش خلاص يبقى ستوب ات. لكن الايفيدنس مش قوي. النقطه الثانيه لو ادينا اللي كارنيتين ادي برينترال لسببين: برينترال لان البايو افيلابيلتي بتاعته في الدياليسيس 15% من الفارماكولوجيكال دراج، يمكن لو هو بيتاخد من اوريجينال سورس نيوتريشنال سورس بيبقى احسن من كده، لكن الفارماكولوجي بيبقى ضعيف الامتصاص بتاعه. الحاجه الثانيه ان الميتابولايتس بتاعته ممكن يبقى لها اثار جانبيه. يبقى بالتالي لو نستخدم ال كارنيتين على سبيشال جروب من البيشنتس اللي فيهم سيمتوماتولوجي تعزوه الى ديفيشنسي اوف ال كارنيتين يبقى انترافينس ال كارنيتين. رجعنا للهايبوكسيا. الهايبوكسيا قلنا ان هي ديت فاكتور بيستيموليت اندايركتلي الاريثروبيسيس، يعني هنا بيشتغل على الدودنم سيتوكروم بي ريدكتيز فيحول الفريك لفرس، وبالتالي مع البروتين الفيرو بروتين يبقى الايرن افيلابل ويعمل بلوك بيقلل هيبسايدين، فالهيبسايدين ما يبقى بلوك يبقى الايرن افيلابل يحسن في النهايه القصه كلها. وديت ديفرنت فورمز من الدراجز، يعني رودوكسودستات ده بيشتغل على البرولايل هيدروكسيليز انزيم ميلو انهبيشن، فبالتالي بيستابيلايز الهايبوكسيا انديسيبل فاكتور. فبقى خلي بالنا من الكلام ده. ودي استادي اتنشرت عليه، هو كان تحت اسم اف جي 4592 او رودوكسودستات، وده كانوا توتال نمبر اوف بيشن كلود 116 و96 اللي اتعمل لهم افيكاسي اناليسيس، ودولت كانوا نون دايليس كرونيك كيدني ديزيز، والعين خدوا اورال دراج وده مثل الموزه الثانيه اللي بتعطى اورال كان تايتا لو واحد وورى بوزيتيف افكت. فمستنيين نشوف الفيرذر ستادز هتورينا ايه للسيكتور اوف تريتمنت الهام ده. نيجي لمحطه هامه جدا في الورك شوب ديت الايسا ريزيستنس. لازم افكر في البريسبوزنج فاكتورز. فممكن الايسا ريزيستنس معناها ان اديت الدوز كما ينبغي وبعدين العيان ما تحسنش احتاج دبل الدوز او تريبل الدوز، يبقى انا دخلت كده في هايبو ريسبونسيفنس او ريزيستنس. عندي النوعين يا برايمري ريزيستنس يا سكندري ريزيستنس. يعني ايه برايمري وسكندري؟ برايمري معناها ان من البدايه ما استجابش، بدات وما فيش اي استجابه. سكندري معناها ان كان متظبط وبعد شويه البيشنت اكوايرد ريزيستنس. فده لازم ادور برضو على فاكتور زي الادرنس زي الريتيكولوسايت كاونتس عشان في هيموليسيس جد ولا لا، في نقص الفوليت والفيتامين والايرن وانفلاميشن واندر دياليسيس ويوسج اوف ذا دراجز اللي بتعكس الارثروبيسيس. يبقى الكلام ده كله افكر فيه وفي الاخر ممكن الجا لبون مارو بايوبسي. احد البارامترز اللي هي بتديني بريدكشن للايسا ريزيستنس هو قياس الالكالين فوسفاتيز، يعني يمكن في الاصطاد ديت فيها عدد مش كبير وعملوا كورليشن كل ما زاد الالكالين فوسفاتيز كل ما زاد الريزيستنس. طيب الفيتامين دي من الناحيه الثيوريتيكال الفيتامين دي هاز بليتروبيك افكتس بتشمل انتي انفلاماتوري وخلافه. طبعا لما يبقى في فيتامين دي ديفيشنسي هيبقى في انفلاميشن اكتر فبالتالي يبقى في ريزيستنس. ودي البون مارو بايوبسي ورت لنا هنا ده فاتي، لكن لما اتظبط الفيتامين دي استعادت القوه بتاعتها في الارثرويد.
وده احد الميكانيزم. لو انا ظبطت الفيتامين دي يبقى ظبطت الاكسس اوف كالسيوم ان بي تي اتش، الهيبسايدين انفلاميشن والراس سيستم، فبالتالي ده كله هيبقى له مردود جيد على الانيميا مانجمنت. ده احد الاستادز المنشوره، ديت كروس سكشن ستادي 3615 بيشنت سكيدجولد كاردياك سيرجري، يعني ناس خلاص هيعملوا كاردياك سيرجري 3615، عملوا كوريليشن ما بين الفيتامين دي ليفل سواء ال 25 او 125 دايهيدروكسي فيتامين دي، الاثنين الفيتامين دي العادي والنيتف والاكتف، ولو ان نسبه الانيميا اكتر في الناس اللي عندها فيتامين دي ديفيشنسي، فبالتالي ممكن ده يبقى فكر بعد كده في الفيتامين دي ريبليشن مستنيين فيرزر ستادز. ريجاردنج الدايزر، طيب هل لو استخدمت بدل لو فلوكس هاي فلوكس الاس ريزيستنس تختفي؟ نو ديفرنس. هنا احد ده ستادي لو ان عدد العيانين فيها قليل، يعني 23 عيان كان نكتورنال هوم هيموداليس فيرسس 25 ان سنتر هيموداليسس، وكان هنا بوزيتيف افكت اوف نكتورنال هوم هيموداليسس، ويمكن ده الاستادي ديت تعتبر انترفينشن ستادي كروس اوفر ستادي، لانها اشتملت على 40 مريض، 20 مريض اتعمل لهم بايكارب هيموداليسس و20 التانيين اونلاين هيمودايفلتريشن هاي فوليوم لمده 6 شهور، وتابعوا الانيميا مانجمنت، وبعد كده وقفهم، وبعدين اللي كان بيعمل بايكارب دياليسيس بقى هاي فوليوم اونلاين هيمودايفلتريشن، والتاني بقى بايكارب دياليسيس لمده 6 شهور واند اوف ذا ستادي. والاستادي ورت انه الهاي فوليوم اونلاين هيمودايفلتريشن از اسوسييتد وذ بيتر انيميا مانجمنت، وكان احد الاكسبلينيشن ان ممكن يكون عشان الاونلاين هيمودايفلتريشن بيعمل بيخلص الجسم من الهيبسايدين. يعني هنا حاجه اسمها ايسا ريزيستنس اندكس، ده بيقيسوا اليونت بير كي جي لكل جرام تشينج في الهيموجلوبين، وحضراتكم زي ما شايفين كده كل ما الهيبسايدين زاد الريزيستنس بيزيد. فالاحد مزايا الاونلاين هيمودايفلتريشن اللي حضراتكم تلاقوه هنا ان ممكن يخلصنا من الهيبسايدين، بالاضافه للكليرنس الميديال مولكيولز والانفلاماتوري ماركرز والاوسيف ستريس، فبالتالي يقلل الايسا ريزيستنس ويبقى له بوزيتيف امباكت. الالترا بيور ووتر في الاستادي كان له بوزيتيف افكت. نقطة هامة تانية ان انا لازم اخد هيستوري كويس، يعني بعض العينين وجزء مش قليل بعد ما ابقى ترانسبلانتد بقى جرافت فيلير ورجع تاني للدياليسيس. ساعات الجرافت فيلير او العينين اللي عندهم فيلينج جرافت بيبقى سورس الانفلاميشن. طيب نشيل الجرافت روتين؟ الاجابة لا. ليه؟ لانها ديفيكال سيرجري، لكن يستحسن نشيل الجرافت لانه بيبقى معاه انفلاميشن وممكن يبقى اسوسييتد بافكت على السرفايفر. لكن الناس اللي كانت بتدافع على ما فيش داعي للجرافت انفكتومي، انه كان في اعتقاد ان هو وجود الجرافت هي اتسورب الانتي تشيل انتي بودز، فبالتالي قلل فرصه السنسيتايزيشن بعد على العين وعلى الدياليسيس عشان لو فكر يزرع ثاني مره. لكن الكلام ده ما ثبتش بالايفيدنس الدليل. دي حاله هي حاله لطيفه جدا تحت عنوان اوت اوف سايت اوت اوف مايند، يعني the failed renal allograft as a cause of either resistance. تعالوا نبص المنظر كان ايه. العيان اهوت، ده عيان كان ترانسبلانت وجرافت فيلر ووقع على الدياليسيس تاني، كان مستقر، الهيموجلوبين بتاعه كان حلو اهوت 11، واستخدام الايثا الضرب بيتين اهوت كان في الرينج المعقول. بعد كده الهيموجلوبين بدا ينزل واحتياجه للضرب بيتين زاد قوي، يعني ضعف او تريبل. وبعدين هنا لما انتبهوا للقصه دي ولقوا في انفلاماتوري ماركر شالوا الجرافت، فبالتالي الهيموجلوبين يتحسن والضرب بروتين دوز قلت. فبالتالي دايما نحط موضوع الجرافت فيلير قدام عينينا، وده نفس الكلام بيتعاد الايسا الكلاسيفاي البيشنت هايبر ريسبونسيفنس اف ذي هاف نو انكريس ان هيموجلوبين كونسنتريشن فروم بيس لاين اوت اوف فيرست مانث اوف ايثا تريتمنت اون ابروبريت ويت بيس دوسينج ان بيشنتس ويز ايسا هايبر ريسبونسيفنس وي سجست افويدنج ريبيتد اسكاليشن ان ايسا دوز. وبعدين هنا زي ما قلنا كلاسيفاينج البيشنتس هاف اكوايرد ولا برايمر اكوايرد، معناها ان كان متظبط وبعد كده بدا يبقى في ريزيستنس. احد الدراسات بتقول احنا لو استخدمنا انسان ادسوربشن باستخدام دواء زي الاس تي 120 ده هيادسورب اليوريميك توكسينز الاندوكسال سلفيت، فيبقى له مردود ايجابي على الانيميا مانجمنت. لو انه الاستاد اللي اتنشرت السنه دي على عدد مش قليل، عدد كبير 2035 نون دياليسيس سي كي دي، كانوا بيدرسوا البروجريشن اوف كرونيك كيدني ديزيز وعلاقه الريموفال اوف اندوكسال سلفيت باستخدام الاس تي 120 كانت نيجاتيف ستادي من اليابان. ملخص الجزء ده من الجايد لاينز، لو عندي ايسا ريزيستنس بدل ما اعمل اسكاليشن لدوس عاليه انا عندي حاجه من اثنين، يا ارتضي بليفل معين ادي ايسا دوز بحيث ما اديش ما احتاجش بلاد ترانسفيوجن، يا اما اذا العيان احتاج بلاد ترانسفيوجن اوقف
وادرس الوضع هيبقى بقى بايه ما وقفت الايثا ثيرابي ايه. اذا احتياجه للبلاد ترانسفيوجن بقى مور فريكوينت بعد ما وقفت الايثا ثيرابي ممكن ارجع الجرعه اللي كان بتخليني احتاج اقل ريت من البلاد ترانسفيوجن. طيب بعض السبيشال ايشوز الهيموجلوبين فاريابيليتي. انا كلفت بالمحاضره دي من 3 سنين وكان البدايه سالت الناس هل الهيموجلوبين فاريابيليتي شيء مهم، فناس قالوا يس، فقلت لهم اتس اوكي المحاضره مهمه بقى، لان انا ايامها اديت المنظور في النهايه ان ملهاش قيمه. لكن تعالوا نبص، ده كان استدي من في 2012 بغض النظر عن التارجت هنا كان 12.5، طبعا الكلام ده اتغير، لكن انا عاوز من الرسمه انواع الفاريابيليتي. هنا العيان نزل في اللو وبعدين وزن ذا تارجت وبعدين هاي تارجت وبعدين عمال يلف ويروح ويجي، يبقى اسمه هاي امبليتيود جروب. العيان الثاني ده دايما فوق على طول قوي يبقى هاي جروب. العيان ده في وزن تارجت جروب، العيان ده وزن لو جروب لانه تحت على طول، العيان ده لو امبليتيود هاي لانه يا اما فوق يا اما وزن ذا تارجت، وده لو امبليتيود لو يا اما وزن تارجت اند لو. يبقى انسوا موضوع ال11 و12 ونص، خلينا كاننا 10 ونص ل 11 ونص. لكن القصه ما يبقى هل منطقي اتس نوت فيسيولوجيكال ان انا ابقى عندي سوتس ابيرنس لاي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا اسيب البيشنس يبقى فوق وتحت، ده كلام مش لوجيك حتى لو ما عنديش ايفيدنس بيس ميديسن بهذا الكلام. بنلاقي بعض الدراسات بتقول ان هناك سوبيريوريتي لبعض الانواع اللي انا صدني من قطر، وورت ان المرسيرا ممكن يبقى هي كان فكرتها كويسه، عينا على هيموداليسيس مينتين على الاستروبيتين وعملوا البعض منهم شيفت بحيث يكمل ضرب روتين او مرسيرا ودرسوا الفاريابيليتي وطلعوا بنتائج لصالح المرسيرا. لكن المردود عليها بالميتا اناليسيس ديت اللي فيها 4983 عيان لم يثبت، كان العنوان بتاعها بتوين سبجكت هيموجلوبين فاريابيليتي از نوت اسوسييتد ويز اريستروبيس ستيمولاتينج ايجنت يوز ريت انيميا ان داليسيس. وده كان ميتا اناليسيس بعدد كبير جدا وده المقتنعين بيه. يبقى احنا قلنا في الاول مفيش فرق ما بين الاوريجينال فورمز اللي موجوده، ودلوقتي بقول الفاريابيليتي مش فرقه، اهم حاجه الفاريابيليتي. لو عندي فاريابيليتي بتعكس ان انا ما عملش ايدوكيشن كويس، مفيش ادرانس للتريتمنت كويس، مفيش متابعه جيده. افكت اوف اون هيموجلوبين اي 1 سي ده فكره لطيفه جدا. عدد العيانين في الاصابات دي قليل، ثلاثة منهم بس اللي كان فيهم سايكلينج في الهيموجلوبين وتابعه سايكلينج في الاي 1 سي. نخلي بالنا الاي 1 سي، الاي 1 سي رغم ان هو مش اوبتيمم بريدكتور للجلايسيميك كنترول ان سي كي دي، لان في بعض الحاجات بتعمل له لو فولس لو فولس هاي. الفولس لو موجود في العينين اللي بياخدوا استروبيتين او ايثا ثيرابي. ليه؟ لان ايثا ثيرابي ستيمولات الاستروبيز فنيو جنريشن من ار بي سيز ما تبقاش اكسبوزد للجلوكوز، فبالتالي اديني فولس لو. والايرن ثيرابي نفس الكلام بحسن الاستروبيز، لكن الايرن ديفيشنسي انيميا بتزود فولسلي هاي. الحاجه الثانيه اليوريميا في حد ذاتها ممكن تديني بعض الحاجات، الاسيدوز ممكن يديني فولس هاي. يبقى اذا في اسباب فولس هاي وفولس لو، بس اللي عاوز اقوله بص ايرن اند ايثا ثيرابي بتزود الارثروبيس فبالتالي بتديني فولس لو. على الرغم من كل هذه العيوب الا انه ما زال براكتيكال، لانه الجلايكيت البومين برضه فيه فالسيز واكسبنسيف ومش متاح في كل حته. فانا اعتقد ان دي فكره لطيفه ممكن نعملها على عدد كبير من العيانين الدايابيتيك اللي في الهيموداليسيس بتوين ديفرنت سنترز ونشوف الموضوع ده. نيجي لموضوع البيوريتس الابلازيا. الموضوع ده خد اكبر من حجمه لكنه مش منتشر قوي، وكان له علاقه بالبليتشز والكلام ده بالسرنجات والكلام ده، والدنيا ظبطت خلاص ما عادش في الكلام ده. لكن اشخصه ازاي؟ ده العيان بعد ما خد الايثا ثيرابي بدا يبقى في سادن رابيد ديكريز ان هيموجلوبين، يعني من نص الواحد جرام برسيليتر او من 5 ل 10 جرام بليتر برويك، اور احتاج ترانسفيوجن. بس لازم يكون نورمال بليتت ان وات سيل كاونت نورمال، والا لو انا عندي ثرومبوسيتوبينيا وليكوبينيا ما تبقاش القصه بيوريد سيل ابليزيا. والابسولوت ريكوسايت كاونت للزان 10000 بالكوبيك لتر. وعاوز اتاكد من هذا الكلام اقيس انتي بوديز، يبقى عندي انتي بودي اجنس الايثا ثيرابي. وساعتها الريكومنديشن ستوب ايثا ثيرابي، العيان كان بياخدها وقفها لانه القصه كده. كان في الايام بتاعه الكيدو جايد لاينز طلعوا ان البيجن ستيد اللي هو الهيماتيد از دراج اوف تشويس، لكنه بعد كده اثبت ان هو عمل مشاكل انجينيتك ايديما وبالتالي سحبوه من الماركت بقى مش موجود. فبالتالي لو عندي بيوريتس الابليزيا ستوب الايثا ثيرابي اللي يوزد، وممكن ادي بلاد ترانسفيوجن اذا كان هناك انديكيشن. دي كيس ريبورت منشوره السنه دي،
ده عيان كان عنده كرونيك هيباتايتس واحتاج انترفيرون، بعدها كون انتيبوديز اجنست الار بي سيز، فبالتالي دخل في بيوريت سيل ابليزيا. وكانت الجميل في القصه ديت ان البيشنت كوركت انستتيوشن كوركتد بعد الليفر ترانسبلانتيشن، فوجود البيوريت سيل ابليزيا از نوت كونتر انديكيشن فور اورجان ترانسبلانتيشن. البلاد ترانسفيوجن لابد وي شود ادوكيت اور كوليجز في جميع الوحدات الداليسيس ان احنا افويد بقدر المستطاع البلاد ترانسفيوجن. بس انا عاوز اقول على حاجه، اذا كان هناك كريتيكال انديكيشن فور بلاد ترانسفيوجن وشودنت بي ليت، لان ممكن البيشنت لايف تبقى في خطر، يبقى ما يبقاش في حاجه اسمها ده هيموجلوبين 4 والعيان مش قادر ياخد نفسه وانا ماجل البلاد ترانسفيوجن، يبقى ساعتها ده هيبقى فيها مشكله كليمنج لان البيشنت سرفايفل مقدم على اي حاجه. لكن احنا مش ادوكيتد ان انا ابقى راشنج في البلاد ترانسفيوجن، معناها ان انا ممكن افقد فرصته ان يجد دونر او كيدني ترانسبلانتيشن بسهوله، فلا بد نبقى حذرين اجينست البلاد ترانسفيوجن. هيجي سؤال هام، هل الهيباتايتس سي له علاقه بالانيميا مانجمنت كرونيك كيدني ديزيز؟ هل ده راشنال؟ يس، لانه احد الاسئله كنا بنسالها للطلبه زمان، ايه اسباب الكرونيك كيدني ديزيز وبريزرفد هيموجلوبين؟ فكان بيخش الهيباتايتس والهيباتوما واسباب اخرى كثيره زي البوليسيستيك والهيدرونيفروسيس ورينال سيكارسينوما. ليه؟ لان الهيباتايتس والهيباتوما ممكن يبقوا سورس الليفر يستعيد ذاكرته ويطلع علينا ايرثروبيتين ثاني. لكن الاستاذ ما وردش هذا الكلام، والاستاذ اللي عملناها في اليوروجين في مركز الكلى في المنصوره ورت لنا دي الاستاذ ديت فيها 99، كان 99 مريض، 70 كانوا سي بوزيتيف و29 نيجاتيف، ما كانش فرق فين ما بين الايرن والايستروبيوتين نيد والانديسس بتاعت الايرن في المجموعتين، فبالتالي هناك بعض التعارض موجود. هيجي نقطه هامه جدا، العيان اللي عنده هيستوري اوف كانسر ياخد ايثا ثيرابي ولا ما ياخدش؟ لازم نحط في دماغنا، هل الايثا ثيرابي هي اللي عملت الانيميا ولا الكيمو ثيرابي اللي عملت الانيميا؟ فلو الكانسر اسوسييتد انيميا زي ما حضراتكم شايفين كده بندي ترانسفيوز بلاد ترانسفيوجن لو العيان سيمتوماتيك ما بنديش ايثا ثيرابي، لكن بقيه الاشياء بنمشي في البروتوكول ده. ده استاد اتعملت ريسنت على البريست كانسر وورت انه الاحمر ده اللي هو ده شورت تيرم 18 شهر وده 60 شهر، ما فيش فرق اهوت في هنا، ما فيش فرق في اللونج تيرم، لكن في الشورت تيرم كان في بعض السيبيريوريتي، ويبقى ده في حد ذاته يعتبر بونص لاستخدام الايثا ثيرابي في هؤلاء المرضى. يبقى اذا كل مرض قائم بذاته. ده ايثا ثيرابي في الكونجستيف هارت فيلير نوت ان سي كي دي اسوسييتد انيميا، ده هارت فيلير. هنيجي نبص هنا في الميتا اناليسيز ذات نشرت في 2011 ان استخدام الايسا حسن الهيموجلوبين، اوكي حسن الايجيشن فراكشن شيء هام جدا في الهارت فيلير، حسن الاكسرسايز كاباسيتي، حسن الديسني قلل الديسني، فبالتالي حتى السرفايف اتحسنت، فبالتالي الميتا اناليسيز دي كانت بوزيتيف توار ذا يوز اوف ايثا ثيرابي ان كونجستيف هارت فيلير. لكن لما اتعملت استادي كبيره كان فيها 2278 عيان راندومايز كنترول ترايل دبل بلايند، فده شيء جامد جدا، والعيان كانوا انيميك وسيستوليك هارت فيلير. زي ما حضراتكم شايفين اللونين معناها العيان اللي خد ولا ما خدش زي بعض في كل الايه الاوت كام اللي اتدرس، فبالتالي دي كانت نيجاتيف ستادي. يبقى الحل ايه؟ الحل في الهارت فيلير يبقى انفيدولايز ابروتش الانيميا مانجمنت اند ذير از نو سترونج ايفيدنس فور ايثا ثيرابي. الهيموجلوبين تارجت ده سؤال هام جدا ومفروض نساله، احنا هنعالج عشان نوصل هيموجلوبين قد ايه؟ انا عاوز اقول القصه ما بتحسبش برقم هيموجلوبين، انا بدخل البيشنت معايا، بدخل الايرن والسايد افكتس اللي ممكن تيجي من الايرن، الايس سيرب والسايد افكتس من الايرن، بحط ده كله ده في الايه في الخلاط، وفي الاخر بقول البنفيت اكتر من الكوست، فبالتالي بديه. وانا دايما بحب الهرم ده لان انا لو انا عاوز بناقش هيموجلوبين ليفل يبقى انا في الايه البوتوم، ده مش التارجت خالص. التارجت بتاعي هو كلينيكال اند بوينت، احسن المورتاليتي، احس يبقى السرفايفل افضل، الكواليتي اوف لايف افضل. يا سلام لو قللت البروجريشن اوف كرونيك كيدني ديزيز توارد اند ستيج كيدني ديزيز، الفاسو اكسس ترومبوس يبقى اقل، الكارديو فاسو اوتكم احسن، يبقى ده الكلينيكال اند بوينت يبقى ده اكسلنت. ده لو انا حسنت وقللت فرصه ترانسفيوجن ده برده محترم، لكن رقم هيموجلوبين بس كده من غير كلينيكال اوتكم ملوش اي لازمه. يبقى كل ما طلعت لفوق ده كان انكريزنج ريليفنس للبيشنتس. تعال نبص على الداتا من اليونايتد ستيت، وده قيمه وجود الداتا، وده حاجه فعلا محترمه تماما، ويا ريت يبقى عندنا داتا زي هذا. يعني مثلا هنا ده اخر اصدار من اليونايتد ستيت لنا الداتا سيستم في ديسمبر 2014. هنا اللون الاصفر الفاتح ده بيعكس المين هيموجلوبين، والتاني ده بيعكس الويكلي ايبو دوز. فتعالى بقى نبص هنا، هنا اهوت الهيموجلوبين كان قليل في التسعينات، يعني هنا فوق العشرة، وكان استخدام هنا الجرعات برضه هنا قليله، يعني ما بتجاوبش الحد ده.
نشوف بقى بعد في منتصف الالفينات الاثنين زادوا التارجت هيموجلوبين زاد، وعشان تارجت هيموجلوبين يزيد لازم كنت ارفعوا الدوز بتاع الايسا تراب يعني كوست، لكن هنا رجعنا تاني للبيز لاين اللي احنا كنا بادئين منه. وهنا وقت الكيرف ده بيعكس في البري اندي سيكن ديزيز استخدام الايثر ثيرابي قل. ولو بصينا للخريطه دي شكلها صعب بس سهله جدا، في التسعينات كان في جزء مش قليل تحت التسعة، وبعد كده الجزء ده من 9 ل 10 وبعدين 10 ل 11 11 12 وفوق ال 12. فهنا اللي فوق ال 12 كان حجمه قليل، هنا في منتصف الالفينات زاد خالص اهوت، لكن رجع تاني يتقلص ورجع بينا ايه القصه هي ماشيه في هذا الشكل. الدي داتا بتوري ان بعد نشر مقاله التريت ترايل اللي كانت ضرب بيوتين ان انا اوصل ادي ضرب بيوتين عشان اوصل ل 13 جرام بيرس لتر او اكتر، فده كانت اسوسييتد مور ستروك ومور مورتاليتي في عيان الكانسر فيرسس البلاسيبو اللي كنت 11 ده بالنسبه لي ساتسفاكتور. بعد هزول الصدر رغم ان كانت ريستريكتد للدايابيتك الدرلي بري دياليسيس يعني نون دياليسيس، الا انه معظم النفروجست استخدموا منها الحذر وقللوا استخدام الايثر ثيرابي بعد التريت ستار. ونفس الكلام في الريفيو ارتكل الجديده ديت بتناقش الايثر ثيرابي في هيموجلوبين اقل من 11، يبقى امتى ادي ايثر ثيرابي لو الهيموجلوبين اقل من 11 في النون دياليسيس واقل من 10 في الدياليسيس بيشنتس. ده كلام منطقي جدا. لو جينا بكرتون لو قلنا من سنتين كانت القصه ايه، من 11.5 ل 12.5، بعد كده فوق ال 13 ريسكي، تحت ال 10 ريسكي، يبقى ده ريد زون، ما يبقى المفروض ما اسيبش الهيموجلوبين فوق ال 13 ولا تحت ال 10، وابقى في النص الاخضر. طب ما بين 12 ل 13 او 12 وشويه ل 13 ده جراي، وتحت من 11 ل 10 ده جراي زون. تعالوا بقى في 2015 نزل شويه برده بقينا فوق ال 10 ولغايه 11.5. الامباكت اوف ايج، هل الراجل الالدرلي اللي هو عنده 70 سنه ولا 80 سنه زيه زي اللي عنده 40 سنه ولا 30 سنه؟ الاجابه لا. الاستاذ دي بتوري يعني لو جينا نبص هنا اللي هنشوف انه الهيموجلوبين اقل من 11 اتس اوكي، بعد كده تحت ال 10 بقى في مشكله. في الالدرلي جروب يمكن كمان لغايه التسعه، يبقى اذا انا ممكن الالدرلي بيشنت يتحمله ريلاتيفلي لوور تارجت هيموجلوبين عن الصغيرين. هنيجي بكيس الصغيره قصيره جدا، ده 55 سنه اولد ميل بيشنت دايابيتيك لمده 20 سنه سيكري ستيج 4 لان اسم جي في ار 40 ملي برمنت، الهيموجلوبين 9.5 وريسيف اديكويت ايرن. وكان السؤال داز انيميا كنترول باي ايثر ثيرابي هاف اني رول تو ريتارد بروجريشن اوف كرونيك ديزيز. يبقى انا بناقش استخدام الايثر ثيرابي كنترول انيميا في عيان دايابيتيك كرونيك ديزيز، هل هيحسن لي هيقلل البروجريشن ديلي البروجريشن اوف كرونيك ديزيز توارد اند ستيج ديزيز. تعال نشوف الداتا اللي منشور ده من كوريا، 130 عيان دايابيتيك نيفروباثي. هنا العيانين اللي ما فيشهم انيميا الكرياتين ما زادش، لكن في فولو اب الكرياتين زاد، العيان الايه يبقى العيان الانيميك اتدهور بسرعه، يبقى اذا وجود الانيميا از باد فور بروجريشن. دي ستادي ثانيه كانت بتدرس الموضوع ده على 297 عيان كرونيك كيدني ديزيز، والنتائج بتاعتها لطيفه جدا لانها 321 دالس سي كي دي. هتلاقوا هنا ده رينال سرفايفل اللون الاحمر اللي خد انيميا مانجمنت، والازرق اللي ما خدش في ستيج 4 ما فرقش، ستيج 5 فرقت. يبقى اذا اول اناليسيس الستيج 5 بيستفيد من الانيميا مانجمنت ان البروجريشن بيقل. طيب تعال نركز على الستيج 5، هو الستيج 5 ممكن يبقى للدايابيتك ونون دايابيتك. الاحمر هنا الدايابيتس، يبقى الدايابيتس ما استفادش، اذا ظبطت الانيميا او ما ظبطهاش البروجريشن هيحصل. لكن النون دايابيتك استفاد، الرينال سرفايفل افضل. يبقى طلعنا من الاستادي ديت ان الضرب دي كانت ضرب بيوتين استادي او اكسترابوليتد من راندوماس كنترول ترايل، انه النون دايابيتك ستيج 4 سوري سيكري ستيج 5 هيستفاد من الانيميا مانجمنت. وعلشان كده بقى التفكير في استادي اكبر، فالاستادي من اليابان ريكروتد 498 عيان، والنتيجه هتبقى ان شاء الله في 2016. بيشوفوا بقى هل فعلا مستويين من الانيميا مانجمنت 9 ل 11 او 11 ل 13 باستخدام الضرب بروتين، هل ده هيفرق مع البروجريشن ان غدا لناظره قريب؟ ما نعرفش. الحاله الثانيه ده عيان 27 سنه كرونيكالي هايبرتنسيف، وجاي الوقت ديتريت الكيدني فانكشن وبالمونري ايديما، البلاد بريشر 270 على 165، في هايبرتنسيف ريتينوباثي فاندس اكزامينيشن وبابيلايتس، الهيماتوريا 3 بلس وبروتين كرياتين ريشيو 3.3، الكرياتين 15، السي انيميك 7.9، لكن هنا في ثرومبوسايتوبينيا 78000،
هيموليتيك انديسس بوزيتيف يبقى ده فيه هيموليتيك انيميا. والكومبلمنت نورمال مهم قوي الكلام ده. الالترا ساوند ذا كيدنيز نورمال سايز لكن هايبر ايكوجينيك ما فيش باك بريشر او ما فيش هيدرونيفروزس. الايكوكارديوجرام في ليفت فينتريكل هايبرتروفي يبقى عيان كرونيك هايبرتنسيف وفي بابل فاندس في ريتينوباثي وفي ليفت فينتريكل هايبرتروفي. والبلاد فيلم طبعا فيش سايتس ففي ترومبوتيك مايكرو انجيوباثي. وهنا المنظر ده البلاد الفيزل ده الارتر ده اوكلود تماما ده في الكيدني بايوبسي بعد ما عملوا ادجستمنت البلاد بريشر. وهنا في الفيزل هايبرتروفيك فده بناين نيفروسكلوروز وان توب طبعا في مالجنت هايبرتنشن عشان الفاندس وعشان الليفنتو هايبرتروفي. وفي سكيميك تشينجز الكرياتين 15 بالمنري اديما طبعا لانسيتيد دياليسيس وعملوا كنترول بلاد بريشر والعيان خرج على الدياليسيس والبلاد بريشر كنترول والايثيرابي. وده بيجرنا الى موضوع مايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا كايفل او ديفل. ولازم احنا ننتبه مش كل حاله تساوي تي تي بي اتش اس. فالجدول ده جدول براكتيكال ولطيف جدا بيوريني ازاي فرق منهم على المستوى الكلينيكال. رينا فيلر هنا اكتر وهنا الاقل شويه يبقى البيزك كيمستريز لازم اطلبها. المايكرو هيموليتيك انيميا هنا اكتر فلازم اشوف كومبليت بلاد كاونت. ثرومبوسايتوبينيا هنا اكتر فاعمل برضو بريفا سمير. الفيفر هنا موجوده هنا مش موجوده. النيورولوجيكال سيمتومز ممكن الهايبرتنشن يعمل لبعض السيمتومز هنا كان هنا واضحه. الهايبو كومبلمنتيميا هنا طبعا هنا ما فيش ويمكن الحاله بتاعتنا كان ده نورمال كومبلمنت. والسيستميك مانيفيستاشن هايبرتنشن انا واضحه هنا بكتير جدا هنا مش موجوده. هنا عشان اوصل الحاجات دي بعمل اي سي جي وايمجنج موداليتيز. يبقى اذا بغلب ايتم على ايتم. الحاله بتاعتنا واضحه كرونيك هايبرتنشن سيستميك مانيفيستاشن هايبرتنشن. البايوبسي لما تمكنوا من عمايلها ورت كرونيك تشينجز فبالتالي ما فيش داعي للبلازما اكسشينج وهذا الكلام. كنترول بلاد بريشر مع الدياليسيس هو ده اللي احنا نقدر نعمله. الحاله دي بتناقش قصه ثانيه انه 50 سنه هايبرتنسيف ودايابيتك وترانسبلانتد وانا همشي كويك فيها. بعد كده جاله فاتيج ولايت هيدنس وبعد كده دخل في انيميا الايسوليتد انيميا وفي ريتوكلو سايتوبينيا يعني تقريبا بيوريتس الابليزيا. ده بتجرنا على ان احنا ايه نبقى عارفين الديفرنشال دياجنوز هل ده ممكن يبقى سي ام في ولا بي كي ولا بارف فيروس ب 19. طبعا الصوره البيوريتس الابليزيا يبقى بارف فيروس ب 19 هي المور لايكلي وساعتها الدياجنوز بتاعه ده دي ان ايه سنجل ستراند دي ان ايه فيروس. الدياجنوز في ترانسبلانت هيعتمد على البي سي ار مش الانتي بودي. والتريتمنت اوف تشويس يبقى الاي في اي جي. دي حاله بتورينا ان ممكن الابشتامبر فيروس يبقى اسوسييتد ايمونولوجيكالي بهيموليتيك انيميا اوتو اميون وساعتها مش هستجيب الا باضافه الريتوكسواب للتريتمنت. اخر حاله اللي هناقش فيها ذا موست ابديتد بابليكيشنز في الانيميا مانجمنت ده فيرتشوال كيس علشان اوصل للكونسبت. 35 سنه انديسيش بيشنت ماشي على داس بقاله 4 سنين وبياخد ريجولار ايرن وادميتد بيكوز برونكونيمونيا يبقى ده اكتف انفكشن وهوسبيتالايزد. هل نكمل على الايرن ولا نستوب الايرن ونشوف بقى الجايد لاين اللي بتقول في السبسس والانفكشن ده سبيتر تو ستوب ات كادفايس او ريكومنديشن. كان الكلام ممكن نستوب تيمبوري لغايه ما شفنا الداتا اللي اتنشرت دي منشوره اول امبارح بتوري الانترافينوس ايرن سبلمنتيشن سيف تو ادمنستر. از ات سيف ده السؤال بتاع الايديتوريال كومنت على المقاله. از انترافينوس ايرن سبلمنتيشن سيفر safe to administer to patients on hemodialysis with active infection. What do we know and what more do we need to know. طبعا كلام فلسفه لطيف جدا وكان ده تعليق على المقاله receipt of intravenous iron and clinical outcomes among hemodialysis patients hospitalized for infection. تتخيلوا العدد العيانين ايه عشان نعرف الناس دي عندها داتا وعندها كلام. 22000 مريض كلهم متحقق فيهم الشرط hospitalized for infection وكانوا بياخدوا iron. جزء منهم كمل خد ايرن اثناء الهوسبيتال هوسبيتاليزيشن وجزء طبعا ستوبنج ايرن. وناقشوا بقى المورتاليتي مع ديفرنت دوسجز وكل البارامترز اللي حضراتكم شايفينها ديت وسواء الري ادمشن وذين 30 وهنا طبعا الديفرنت فورمز اوف ايرن وكانت النتيجه ان اعطاء الايرن كان بي. طبعا الاناليسيس في الاخر وهنا ما فيش فرق ما بين اللي خدوا ايرن كملوا بايرن بعد ما حجزوا بسبب انفكشن او ما كملوش بايرن يبقى اذا نيجاتيف. هل ده معنى كده دي ريكومنديشن از نوت ريكومنديشن؟ ات جاست ا ريبورت بس ريبورت بيشمل اكثر من 22000 مريض.
انا عاوز اوصل لنهايه هذا العرض بان انا اقول ان انا هل انا عرفت كل الكلام كل الابديت؟ لا، انا مجرد ده وميت زي ما سقراطس قال education is kindling a flame and not filling a vessel. انا بحاول بس نعمل اشارات كده، لكن الموضوع محتاج further readings. اعتقد السيكتور بتاع الانيميا كنترول والبروجريشن اوف كرونيك ديز هام جدا، لانه لو تباين الانيميا كنترول بيتر، انيميا كنترول از بيتر فور كرونيك ديزيز، وقال البروجريشن هيبقى شيء مهم للنيفرولوجي كوميونتي. اجين وشودنت ليف اور بيشنتس انيميك، لان انيميا معناها الاوكسجين كارينج كاباسيتي قليله. لكن خلي بالنا في فرق ما بين الكات اوف بوينت للدايجنوستس اوف انيميا والتارجت هيموجلوبين. يعني التارجت اتفقنا التارجت هيموجلوبين ما بين 10 و11، فوق لازم يبقى فوق 10، ولكن 12 و13 والارقام دي طبعا نبطلها. الايرن ثيرابي مقدم على الايثا ثيرابي، ولازم اريبلينش الايرن ستورز. وطب العيان اللي انا ما ناقشتوش، اعتقد ان انا ما قلتش النقطه ديت، ادي اورال ولا انترافينس ايرن في داليس ريمو داليس اي في ايرن خلاص. لكن كان الكلام في السي كي دي والبريتونيا داليس بيشنت، دولت الكلام المتفق عليه دلوقتي ان ابدا ترايل ايرن. بس لو هبدا ترايل اورال ايرن لابد ادي البروبر دوز، يبقى اكوردنج للمنتال ايرن اللي هو 200 ملغ بير دي، اشوف يديني كام كبسوله كام قرص من الفورم اللي عندي اديه، يبقى انا كده حققته. حاجه من اثنين، يا ما يجيبش ريسبونس، يا اما العيان كانوت تولوريت الاورال ايرن، ساعتها ادي له انترافينس ايرن. يبقى ايرن ثم ايرن ثم ايرن قبل ما الجا للايثا ثيرابي. واذا لجات الايثا ثيرابي، كل الايثا ثيرابي المتاحه اوكي بيرفكت، لا اعمل جود مونيتورنج، افويد الفاريابيليتي بقدر المستطاع لانها بتعكس الجود كير. وده اتمنى ان انا النهارده اكون قدمت لكم وجبه هامه، وان شاء الله نتقابل اعتقد السنه الجايه نقدم 2016 ابديت في الانيميا مانجمنت. شكرا جزيلا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.